أرسل ابن زيدون هذه النفثة الحارة من سجنه إلى صديقه أبي حفص بن برد الأصغر. ما على ظني يا باسو، يجرح الدهر وياسو، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياسو. ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما سواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذئب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس.